مشاهدين مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم من داخل وخارج ارض الوطن في بث اخر دائما من قضايا المجتمع المغربي. هذه المره من امام محكمه الاستئناف في مدينه الدار البيضاء، حيث ستجري اطوار قضيه اللي جرات جريمه بالمدار ديال 16 يعني اقليم 16. القصه اللي عندنا اليوم هي قصه ديال خيانه زوجيه بالاضافه الى جريمه قتل. هاد جريمه القتل اللي راح الضحيه ديالها هاد الشخص اللي كتشوفوه معنا في الصوره الان، الله يوليه برحمه الله. هذه مده ديال سنه باش هاد السيد هذا حسب الاقوال ديال العائله، دائما معنا الاخت ديالو اللي كتكلم على انه الاخ ديالها مات مقتول من طرف الزوجه ديالو والعشيق ديالها، الا انه دائما حسب الاقوال ديال العائله كتقول بانه الزوجه الان في حاله اعتقال، فيما انه العشيق لا زال حر طليق يمارس حياته الطبيعيه الى يومنا هذا. اذا غادي تبقاو معنا مشاهدينا الاوفياء باش نستمعوا للاخت ديال الضحيه اللي هذه مده ديال سنه باش تشوفها. اختي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي شنو المشكل اللي عندكم اليوم؟ انتم جايين دابا للمحكمه. جينا خويا للمحكمه باش نطالبوا بحق خويا. حق خويا كنطالبوا بحق خويا لحقاش عام ديال ايام وما بانش حقه نهائيا بصفه نهائيه. بحالاش بلاتي باش الراي العام حتى هو يفهم معنا شنو واقع. دابا انت الاخ ديالك كتقولوا بانه الزوجه ديالو هي اللي قاتلاه، هي والعشيق ديالها. هي والعشيق ديالها. علاش دابا تم اعتقال الزوجه والعاشق كتقولوا بانه باقي لحد الان يعني حر طليق؟ حر طليق بان هما اعتراف الامن الوطني دا العشيقه ديالو وهو تودوا مده تشدوا 15 يوم. واش الامن الوطني ولا الدرك الملكي؟ الدرك الملكي. الدرك الملكي. الدرك الملكي تشدوا 15 يوم مع بعضياتهم، هي بقات لحد الان هو خارج سراح مؤقت. علاش خارج السراح؟ ما فهمتش. بان قاضي التحقيق عطي سراح مؤقت. انا ما فهمتش هذا الموضوع بصفه نهائيه، ما فهمتش علاش عطي سراح مؤقت. هذا السؤال هو اللي كنطرح، علاش عطى سراح مؤقت؟ هو بانه معترف ومعترف به وعطي سراح مؤقت، هادشي اللي ما فهمتش انايا. بلاتي دابا هاد السيد هذا اشنو داير ليه في المحضر هاد السيد هاد العشيق هذا؟ بان اعترف ومن الدوسي من اعترفت به، هو معترف بانه قاتل. ودابا قاضي التحقيق بمحكمه استئناف جنايات محكمه استئناف الصفات قال احكي لنا بعدا اشنو وقع. دابا القصه من الاول اشنو وقع؟ هاد السيد كيفاش تقتل؟ كيفاش وقعت الجريمه؟ كيفاش بحال هكا باش نمشيو معاك دقه دقه؟ السيد جا في منتصف الليل في دار خويا، قتل حصلهم خويا متلبسين بجوج. هادشي بالليل وقع؟ بالليل ملي شافهم خويا وقع داكشي، شاف ما صبرش حل الباب صافي ضربوه. لا هو في القام ابلاتي، في القام باش ممكن شدو القاهم في الكوري ديال البقر ديال خويا. في الكوري. ولكن لا كيفاش دابا الزوجه؟ واش كانت حدا الزوج مشات تقضي شي غرض؟ فاهمين شنو وقع مثلا؟ هي خرجات، مني خرجات الساعه 3 بالليل خرج ما لقاهاش. قلب انحاء المنزل تما لقاها هي ويا تما. واخا ملي لقاها شنو وقع؟ ملي لقاها بغى يدافع على الشرف ديالو قتلوه. ولكن شكون اللي قال لكم انتم بانهم قتلوه مثلا؟ قتلوه من جا الدرك الملكي ولكن المحضر دابا المحضر اللي شلنا حنا، المحضر اللي عطيتونا دابا حنا قريناه. كيقول بانه هذاك السيد اللي انتم كتقولوا الان بانه هو العاشق اللي قتل الاخ ديالكم، المحضر كيقول بانه مارس معاه الرذيله حتى توفى الاخ ديالك. كيقول المحضر كيقول بانه الاخ ديالك قتلته الزوجه ديالو. قال لك صحيحه عليه قتلته الزوجه ديالو. لا يعقل. لا يعقل بان الاخ ديالي صحيح باش تقتلوا الزوجه. لا يعقل. دابا غنعطيك اش كيف المحضر. شنو كيف المحضر؟ دابا المحضر اللي قرينا حنا، المحضر اللي قرينا بانه هذيك الزوجه اللي قتلت الاخ ديالك، يعني هي اللي قتلت هذاك الاخ ديالك قتلاته، عاد عيطات على ذاك العشيق ديالها باش يمارسوا الرذيله ملي خداتها ذريعه انه تقول لهم بانه راه كان معايا. هادشي هو اللي كاين اللي ثابت المحضر. هادشي كيف المحضر؟ راه قريناه. انت اش كتقولي في هذه المساله هذه؟ كنقول في هذه المساله بانه فمو عنده غيقول لي بغا. لا ولكن دابا اسمعي،
دابا هو باقي عند قضيه التحقيق، هو دابا الملف باقي عند قضيه التحقيق. هو بحال الصراح دابا السيد صالح مؤقت، اشنو هو الاثبات اللي عندكم نتوما بانه هذا العاشق هذا مشارك مع هذه الزوجه في القتل ديال الاخ ديالك؟ شنو الاثبات اللي عندكم نتوما؟ انا وقعت معاها. لا انا معاك دابا، اشنو هو الاثبات اللي عندكم غير باش الراي العام حتى هو يفهم وحتى الناس اللي كيتفرجوا فينا يفهموا؟ اشنو هو الاثبات اللي عندكم نتوما؟ واش عندكم شي اثبات بانه هذا السيد راه مشارك معاه في الجريمه؟ اه عندنا الاثبات لحقاش اعترفت به قدام قضيه التحقيق مدينه الصات عده مرات. لا واش في الاول بلاتي دابا، حيت هو ذاك السيد اللي كتقولوا بانه قتل الاخ ديالك، هو عنده الخيانه الزوجيه، عنده الخيانه الزوجيه، الزوجه ديالو سمحات ليه. نعم الزوجه ديالو سمحات ليه. اذا هو خرج من المحكمه بناء على ان الزوجه ديالو تنازلت ليه على الخيانه الزوجيه، ياك؟ اذا المستجد اللي كاين هو انه دابا الاخت ذاك الزوجه ديال الاخ ديالك عاوتاني غيرت الاقوال ديالها وقالت بانه راه مشارك معاه في الجريمه. نعم هادشي اللي كاين. نعم هنا بغينا نفهموا اللغز في كاين دابا، هنا فين، هنا هو السؤال اللي كاين دابا، علاش هذا المستجد اللي ولا دابا مؤخرا هذه الكلمه هذه، بغينا نفهموا اشنو المستجد اللي ولا، اشنو هو الاثبات؟ المره الاولى قالت بانها قاتله بوحدي، ومني قد سولت قضيه التحقيق عده مرات وكل شيء، اعطات بان راه هو قتل معاها، حيت هو كان دارها بالاولاد ديالها، قال لها لا قلتي بان راني قاتل، انا قاتل معاك، وهددها بالسلاح الابيض، قال لها لي بانك الا قلتي انا راني قاتل معاك غيوقع لك بحال الزوج ديالك، هذا هو السبب المقنع علاش ما قالتش المره الاولى بانه قاتل معاها. واخا نتوما دابا جيتوا للمحكمه اليوم، هذه شحال جلسه، اش من جلسه دابا هذه؟ الجلسه الثالثه ما حضرش فيها هوايا. هذه الثالثه ما كيحضرش فيها؟ واذا كاين غير في داره وبارك مع عائلته وكل شيء مرتاح وما كيحضرش جلسات الثلاثه، ما عرفتش اشنو هو السبب المقنع اللي كيحضرش. وهذا الشخص هذا المتهم واش في المحضر شنو داير ليه؟ داير ليه القتل العمد؟ قتل العمد باسباب ما سبق الاسرار والترصد. ورغم ذلك باقي حر طريق. باقي حر طريق، ما على باله حتى حاجه عادي. وحنا كنجي دابا باش نطالب بحق خويا باقرب وقت، وكنطلب من الامن الوطني والمحاماه والقودات باش يبينوا حق خويا في اقرب وقت، الله يرحم الوالدين. هاد الاخ ديالك خلى شي وليدات؟ ثلاثه وليدات، وخلى الام، كاين غير الام ديالي مراه كبيره ما بقاش قاده عليهم بزاف، بان ما بقاش عندها الصحه في الثمانينات عيات. الاخ ديالك شحال كان في عمره؟ حوالي 56 عاما. 56 عام. والزوجة ديالو شحال في عمرها؟ من مواليد سنة 1978. 78. واش البنية الجسدية ديال الزوجة واش أقوى من البنية الجسدية ديال خوك الله يرحمه؟ لا. حيت كان في كامل قوى الجسدية، كان مزيان، كان صحيح. حيت في المحضر؟ لا يعقل بأن غتقتل بوحده، ما كايناش هاد. حيت في المحضر، دائما غنرجعوا للمحاضر، حيت في المحضر ثابتين بانه البنيه الجسديه ديال الزوجه كانت اقوى من البنيه الجسديه ديال الاخ ديالك، هادشي اش تغلبت عليه وقتلاته؟ انا خويا في حياته عمره ما داك تبره، خويا كان في كامل القوى الجسديه، ما عمره ما مشى للطبيب لا حتى حاجه، بان كنأكد بان قاتله هي والعاشق ديالها، كنأكد مرارا وتكرارا بان قاتله هي والعاشق ديالها. واخا دابا انا بغيت انا حق خويا يبان في لحقاش عام ديال الايام وحق خويا ما بانش، انا بغيت حق خويا يبان في اقرب وقت، كنطلب من الامن الوطني ومن السي الحموشي ومن جلاله الملك يبينوا لي حق خويا في اقرب وقت، في اقرب وقت. هاد السيد اعترفت به قدام محكمه الصات ثلاث اربع المرات وكيحضرش ثلاثه الجلسات محكمه الصات جنايات، ما عرفتش اشنو السبب المقنع بانه اعترفت به بانه قاتل قدام قضيه التحقيق وما كيحضر ما كي ما كي ما شدو، ما عرفتش انا السبب المقنع علاش، عاطينو صريح مؤقت علاش، بان اعترفت به وعاطينو صريح مؤقت، ما عرفتش علاش عاطينو صريح مؤقت لحد اليومين هذا، هي تشدت 15 يوم معاه هو باقي حرا طريقا في داره. دابا شنو السبب؟ دابا هاد الجريمه وقعت في مارس ديال 2021. نعم دابا عام، دابا عام عام. اذا هذاك الجاني اللي نتوما كتقولوا بانه هو اللي قاتل دوز مده دي 15 يوم ياك في السجن في الاعتقال وخرج، وقاضي التحقيق عطاه صلاح مؤقت. من تما هو صلاح مؤقت لدابا اليومين هذا. اذا نتوما كتقولوا ودابا في المحضر كتقولوا بانه هو ثابت بانه قتل العمد مع سبق اصرار وترصد. نعم وفي نظرك علاش غيمكن يبقاو مطلوق حتى لدابا هو عنده في الملف بانه قتل العمد؟
هذاك الشيء كيبقى الراي ديال القاضي قاضي التحقيق او قاضي التحقيق. السلطه التقديريه زعما ديال هذاك الشيء احنا لحد الان الا جينا ما عرفناش هذا الشيء اشنو هو السبب. اذا لانه واش ما كاينش في القانون بانهم يبقاو قاتل روحه يبقى يدور حرا طليقا؟ ما كايناش هذه في القانون بصفه نهائيه. اذا هذه الجلسه الثالثه وما كيحضرش. ما كيحضرش هو. ما كيحضرش ما على بالوش. واش شنو ولا شنو رد الفعل ديالو؟ واش شنو كيقول هو في هذا الشيء هذا؟ شنو رد الفعل ديالو هو؟ شنو كيقول؟ شنو باش كيدافع على راسه هو؟ كيقول من طبيعه الحال غيقول انا ما عمر غير ما قاتلش. واخا كنتمناو انه اكيد كنتمناو ان الحق يلقى الطريق ديالو. إذا كان هذا السيد هذا جاني فاكيد كاين مؤسسات كاين محكمه كاين محكمه الهيه قبل كل شيء. هاد السيد هذا اكيد غادي ياخذ الجزاء ديالو. الا تبت عكس ذلك المهم حنا بالنسبه لنا كمنبر اعلامي كنوصلوا الصوت والراي والراي الاخر. اذا جيت باش نوصل نبلغ الصوت ديالي الراي العام والله الله يبين الحق يا ربي. كنطالب بحق خويا يبان في اقرب وقت. لحقاش عام ديال الايام راه بزاف 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 بزاف. دابا جيتي انت والام ديالك دابا للمحكمه. انا والام ديالي باش نطالبوا بحق خويا لحقاش تسنينا عام وما كاين حتى حاجه. واخا عام بزاف بزاف بزاف. واخا غادي الله ياخذ الحق. واخا غادي نستمعوا للام ديالك كذلك. شكرا. كنتمنوا انكم تلقاو الحقيقه وتبان الحقيقه. اذا المشاهدين الاوفياء بقى معنا الام ديال الضحيه اللي غادي نستمعوا لها بعد قليل. كنتمنى انكم تبقاو معنا. غادي نقطعوا هذا المباشر هذا مع الاخت ديال الضحيه باش نتحولوا مباشره الى الام ديال الضحيه اللي هي كذلك ام مكلومه لحد هذه اللحظه هذه. فكتبحث على الحقيقه كتبحث على الجاني الحقيقي ديال الابن ديالها كما سمعتوا معنا. حسب الاقوى ديالهم دائما في المحاضر فكاين امر اخر كيتكلموا على انه الزوجه بنيه جسمانيه ديالها قويه استطاعت تغلب على الزوج هي اللي قتلاته. هذه مده ديال سنه هي راه الاعتقال يعني راه الاعتقال الاحتياطي في انتظار صدور الحكم. لكن المسجد اللي كاين الان هما هاد الناس هادو كيتكلموا على اساس انه هاد العشيق هذا اللي كان مع الزوجه هو كذلك شريك في هاد الجريمه ديال القتل. اذا غادي نستمعوا للام ديال الضحيه بقاو معنا غادي نقطعوا هاد المباشر هذا.